سخاء عليكم. سخاء عليكم. مرحبا بكم. سخاء عليكم انتم اللي راكم تشوفوا فينا ومرحبا بكم في حصتكم زائرنا تزايركم اللي تجيكم بالجمعه وبالسبت ابتداء من 9:15 تاع العشيه على تزاير تي في باش نحكيو فيها على الحاجات اللي يهموكم ويهمونا ان شاء الله. اليوم رايحين نحكيو على سينما ميامي نشويخ الفيلم الوثائقي تاعها ايغ اوجوردي اي دومان البارح اليوم وغدوه. وبيان سور نحكيو تانيك مع هواري صابر اللي راح يشارك في مسابقه افريقيه للاصوات لاكورا. لكن قبل كل شيء رايحين نحكيو على حاجه اللي تصرف في المجتمع تاعنا واللي هي الطلاق. ان شاء الله ما تصرفكمش ليكم حتى ولا هو حلال لكن هو ابغض الحلال عند الله. هذا الشيء مع ضيفتنا اللي راح تكون حاضره معنا. ولكن قبل كل شيء خلينا نقدم لكم اللي يشاركوني في تنشيط الحصه. اولهم هو حسن موالي مدير يوميه لو طون دالجيري تحت تصفيقاتكم خدمكم. الاعلاميه كنزه بوشناق حاضره معنا تانيك اليوم تحت تصفيقاتكم فضلكم. حبيت لي ما تجيش خفت. خفت لا غير خفت. واش راكي صافا سلمت راسك صافا تفضلي. لا لا صافا زيدوا تصفيق على الكنزه يعطيكم الصحه. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque week-end. Zama, je crois que je vais prendre la pause avec la Ferrari. Wallah, alhamdoulilah. Je vais vous parler du premier sujet. Le premier sujet, c'est un sujet social, c'est un sujet des Jazaïriens. Inch'Allah, je ne vous remercie pas, Hassan. Je ne vous remercie pas, Hassan. Je vous remercie pas. Je vous remercie pas, Hassan. C'est le talaq. طلاق اي وي. وعلاش عندنا طلاق في بلادنا راهو غير يزيد؟ اسكو يا اون اكسبيكاسيون ولا سي اون امبريسيون راهو غير يزيد؟ بعض الاسئله واخرى راح نسيو نجاوبوا عليها في هذه الحصه تاع اليوم. لكن قبل كل شيء نشوفوا هذا الريبورتاج لفارس الصلواتي. العديد من الاسر الجزائريه ولات تتفكك بسبب الطلاق اللي هو في كثير من الاحيان شبح يؤرق النساء الجزائريات اللي فضلوا في كثير من الاحيان انهم يعيشوا حياه صعبه ويخضعوا لظروف قاسيه وعدم التفكير فيه لانه عنده تبعات تلقى على كاهلها في مجتمع يحمل النساء اكثر مما يحتمل. طلاق بزاف تروح للمحاكم في الجزائر غير طلاق 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 زوجة وشهرين ثلاثة أوب تسمعي طلقت. السبب وشنو هو؟ سوا ما تفهمتش مع مالين راجلها سوا خبلام ما تفهمتش مع راجلها هي ولا مالين راجلها ولا الطفلة حبت حريتها وحبت دارها ولا يكون العنف بين الكوبل العنف بين الرجل والمرأة بايزم الرجل يضرب مرته. كاين تلاق في البلاد نتاعنا باسكو كاين الخيانه نتاع الزوج للزوجه اللي وقعت تلاق بزاف في البلاد على خاطر الراجل يروح برا يتزوج بالدرقع للمراه تاعو ما يقوليلهاش واش راه يدير والمراه ما على بالهاش راهي خدامه برا خدامه في الدار وكاين اللي قاعده في الدار ما على بالهاش وكاين اللي عنده يعني مع يمه ثانيه يدير مشاكل يجوا خواتاتو وعلى جو خواتاتو هادو يتلقوا هادو هكذايا. تلاق ماهوش سبب توجور المراه ساعات يجي من الاسره من عائلة الزوج هو أبغض حاجة عند ربي سبحانه هو الطلاق ولا لا لا مي بصح المرأة كي تطلق ماهوش ذنبها وأنا ما نشوفش يعني المرأة مطلقة يعني حاجة طابو سي با طابو ما تفهموش الله يسهل كل واحد يروح في جهته. من المفروض أن الطلاق هو الحل الوحيد للزواج المضطرب وهنا من الضروري أن نعرف الأسباب اللي تؤدي لفك الرابطة الزوجية من خلاله. قد يحدث الطلاق وقد يكون الرجل ظالم وقد يحدث الطلاق وتكون الزوجة الظالمة ولكن المجتمع دائما يظلم المرأة تتحول إلى من مرأة ضحية إلى مرأة متهمة. الآن لأتفه الأسباب يتوجه الجميع إلى المحكمة والمحكمة لا تتحل المشاكل وإنما المحكمة تتعامل مع ملفات. وبالرغم أن الطلاق هو قرار يكون أحياناً برضا الطرفين إلا أنه في مجتمعنا الجزائري ما زال ينظر للمطلقات نظرة سلبية تلازمهم طوال حياتهم ويحمل المرأة المطلقة الجرم الأكبر في قرار الانفصال وأنها السبب الأول في هدم الأسرة متنسين أن قرار الطلاق هو مشترك بين الزوجين. عدد حالات الطلاق في المجتمع الجزائري تجاوزت 15,000 قضية طلاق والطلاق نتائجه وخيمة على الأسرة الجزائرية. طلاق يتضرر منه الأطفال أكثر من يتضرر منه الزوجين لأن الأطفال هم ضحايا ذلك الفراق الذي يحدث داخل الأسرة. فك العصمة الزوجية راه غير يزيد في الآونة الأخيرة في الجزائر سواء بالطلاق ولا حتى الخلع اللي أقره الإسلام للمرأة. المرأة في للأسف الشديد في مجتمعاتنا
أن المرأة في مركز قانوني ضعيف وفي مركز قانوني يعني له فيه تمييز ضدها. خلع هو حق شرعي كما قلت من قبل، والمشرع قننه. الخلع يجعل المرأة أولاً تطلب، يعني القاضي هو الذي يحكم، هذا من جهة. ثانياً تتنازل عن الصداق، ونقول هذا تمييز، لأنه المرأة في بعض الأحيان هذاك الصداق الذي تحصلت عليه قد تصرفه أو تنفقه في أولادها. قد يكون الطلاق أهون عند المرأة من نظرة المجتمع لها، في وقت يبخس حقها والكل يظلمها وما نعرفوش السبب. هل لكونها في مجتمع جزائري أم لأنها الأضعف في التركيبة الأسرية والاجتماعية؟ ريبورتاج فارس صلواتي. تلتحق بنا الأستاذة خديجة مسلم، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ودكتورة في القانون. مرحبا بك أستاذة. شكرا اللي بيتي دعوتنا وكي حاضرة معنا تحت سفيقتكم. أستاذة، بعض الأرقام تقول بلي كاين 40,000 حال طلاق سنويا في الجزائر، هل الرقم صحيح ولا لا؟ لا أجد بين طيات إحصائية وزارة العدل هذا العدد، ولكن شوفوا أنتم المصدر نتاعكم لهذا العدد. لكن حقيقة قضايا الطلاق أصبحت أقول إن لم أقول بالآلاف تسجل سنويا، ربما قللت من حقها في عبر كل محاكم الوطن، خاصة بعد التعديلات اللي وقعت في 2005 على قانون الأسرة. أصبحت هناك دي زوبورتونيتي، يعني هناك فرص أيضا لتسجيل قضايا ودعاوى الطلاق بسرعة، وأصبحت هناك أيضا إجراءات أخرى تمشي مع دعاوى الطلاق، تخلي نوعا ما أو تخفف شوية نوعا ما من معاناة الأسر أمام المحاكم. هل اليوم الطلاق في الجزائر أصبح الحل الوحيد؟ خطر هل سؤال واحد آخر، إنه مش هي الحل الوحيد، فنلقاو بلي في الطلاق كاين بزاف الأسر المكونة ما عندهم أقل من سنة من الزواج في مام با عام يروحوا للطلاق. هل هاد لي كا هادوما هما لي بلو نومبرو ولا سي موان سوفون؟ هما حقيقة أصبحوا يعني شيء مخيف يعني مرعب لما تشوف ان جون كوبل ما يدورش العام على زواجهم يتقدموا أمام المحكمة باش يطلبوا الطلاق، لأن نظن باللي أسباب الزواج في حد ذاتها هي أسباب، وهي يعني سبب زواج هذا لو جون مع هذا لا جون إيبوز كانت أسباب واهية غير مبنية على أسباب موضوعية وعقلانية. بالتالي هل هي ربما للتباهي أمام العائلات، لأسباب اجتماعية، لأسباب مادية، لأسباب تربوية، لأسباب ثقافية، خلات لي جون دركا يروحوا إلى الزواج قبل التفكير في أي شيء آخر اللي ممكن يساعد الأسرة على الاستمرار في الحياة. دونك لو جون مرات يروح يتزوج افيك اون جون ما عندوش ميم با خدمة، ما عندوش ميم با ان بوست دو ترافاي، ما عندوش ميم با بيت مستقل وين يقدر يعيش مع الزوجة تاعو فيها هنا. دونك إليا اون un genre de précipitation. تسرع في أخذ قرار الزواج في سن مبكرة، وكل الأسباب الجيدة اللي ممكن تساعد الكوبل باش يستمر في الحياة غير موجودة. يا مارشي دو ديبس كيلكو بار، يا مارشي دو ديبس. اون سمي داكور بور ماريي، مي اون فيت لي شروط الزواج ما كانش الظروف المهيئة باش الحياة الأسرية تستمر اللي با. بس قبل 10 سنوات هادو كانت أسباب الزواج مختلفة، ولا ظاهرة جديدة السنوات هادوما دي جون يتزوجوا تري تري جون؟ يعني اسمحي لي باش نكمل بكري. كان il y avait un problème يعني في العائله او dans un couple le problème était réglé يعني على مستوى الاسره. الأسرة كنا نقولوا بكري الخلية الأساسية للمجتمع. quand il y avait un problème بين الأب والأم c'était toute la famille qui se mêlait le problème était réglé. ولكن الآن c'est devenu apparemment plus facile تروح المحكمة وتطلب الطلاق ويعني بدون ما تنسوش باللي راه الشعب الجزائري المجتمع نتاعنا راه بشوية بشوية يتخلى على بعض التقاليد اللي هي عندها قيمتها dans le temps ni la fille ni le garçon ما يقدروش يتزوجوا sans l'acceptation تاع
بارون. لو كان ماشي هما اللي يدخلوا هما اللي يسيروا هذا الزواج ويسيروا هذا العقد ما كانش اون كونكريتيزاسيون للزواج بين لي جون. دركا رانا نشوفوا زواج ان صح التعبير طفله الى انديفيديوال سي اون ديسيزيون كوم سا بين تجي في راس لو جون ولا في راس لا جون هذيك ويتزوجوا لو بابا ني با داكور لا مامون ني با داكور العائلات في بعضها بعض يقول لك حبوا الدراري خلي حبوا الدراري ديجا سا سا مشوك انا كي نسمع الدراري بون حبوا يتزوجوا على الدراري سي كي اللي دايرينها اون استوار دع ام تي جو كوم سا ام تي جو ومن بعد يصطدموا في الواقع بالحياه الحقيقيه للزواج وهي المسؤوليه هي مشكله مسؤوليه الراجل ما يتحمل الجان هذاك ما هو متحمل المسؤوليه والطفله هذيك ما هي ايضا متحمل المسؤوليه ما همش قادرين على خلق اسره ما همش قادرين على تربيه اولاد ما همش حتى قادرين على لا جيستيون دون في كوتيديان تاع ان فواي دونك واش يصرى يصرى الخوف من المواصله في هذيك المسؤوليه الطفله تتراجع والطفل يتراجع لا بيان سور نرجعوا للعائله تولي العائله لا احنا عندنا مشكل نظن في الجزائر شويه صعب هذا المشكل تاكل بزاف العائلات في القضايا ما بين المراه والرجل بين الزوج والزوجه بزاف 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 لي زانجير دون لا في دو كوبل دونك تولي من بعد قضيه الطلاق مع الاول قضيه الزواج هي قضيه اراديه للجن الى جن لو جون ايبو الى جون ايبوز ومن بعد كيولي الطلاق تولي لو كونفلي نتاع لي دو فامي يولوا لي دو لو كونفلي دو لا فامي نظن باللي ايضا طريقه العيش اللي كان عايشين بها ان ديزان دان دوتغ جينيراسيون افون ما كانتش لي ميم كان بكري المراه تقبل تعيش مع الوسط العائلي تاع الراجل تاعها كانت تتحمل بعض الامور العائليه وبعض لي كونترينت اللي يديرها عليهم لا بيل فاميتو اليوم الوضعيه تغيرت عادت المراه تقول لك انا ما نتحملش هذا الشيء وبعد هو ما هيئلهاش بيت باه يديها تمارس حياتها ما عندوش استقلال في الذمه الماليه باه يعيشها دونك يعاودوا يروحوا يولوا لو ديفورس الكثير ايضا من يقول باللي كاين الخلع لو فات دو دوني لا فام الخلع كثره القضايا تاع الخلع انا جو بوغي دير لاتسو كاين نقدروا نشوفوا هذا المشكل هذا النقطه نشوفوها من وجهتي نظر اثنين اولا المراه كانت في بدايه الوقت يعني في لي جينيراسيون اللي فاتت ما تقدرش ترفض الزوج حتى ولو كان هذاك الزوج راه يقهرها ولا يضربها ولا ما يصرفش عليها ولا حتى ما يعطيهاش ادنى حقوق الزوجه ما يكن لهاش الاحترام كانت تقبل بهذا الشيء وتسكت لماذا؟ لأنها كانت متصلة به ماديا بمعنى أنه هو اللي كان الرجل اللي يصرف على الدار هو اللي يقولوا جيب المصروف لعائلته دونك هي كيفاش تخرج من الكنف نتاع الزوج اللي يصرف عليها وتدي العائلة تاعها ترجع الكنف العائلة تاعها العائلة تاعها ربما فقيرة ولا ما عندهمش الوسائل يقولوا لها ما نقبلوكش خلي له ولادو واروحي انتيا شوز سيتي لو ديشيرمون دونك المرأة اليوم راهي تعمل راهي قدرت تحقق ذاتها قدرت هي ايضا تتحصل على ان لوجمون رانا شفنا دوكا افيك تو لي بروغرام دو لوجمون كو ديبلوا ليتا راهي المراه عندها حق في اللوجمون مطلقه ولا ميت عليها زوجها عندها حق تدي ان لوجمون لوجمون سوسيال لي ديفوني اوتونوم لي ديفوني اوتونوم عندها ايضا الراتب تاعها الشهري تقول لك دركا انا علاش نتحمل هذا العذاب علاش نتحمل هذا الاهانه اللي من الزوج ولا من اهل الزوج دونك الدوموند لو ديفو الدوموند الخلع انا نظن باللي شر لابد منه شر لابد منه دونك اون بو با ديابوليزي الخلع باسكو مرات يحل المشكل مرات المراه ما تقدرش تبوح باسرار تعاني منها مع الزوج نتاعها وبالتالي يخليها بمعزل عن فتح هذا الاسباب جوستومون استاذه هل المشكل ماشي في لربما لي انستيتيوسيون ولا لي استادير نشوفوا باللي في بعض البلدان قبل ما يلحقوا عند المحامي باش يديروا الطلاق كاين مجلس العائله قبل فوالا ماشي با فورسيمون مجلس العائله مي يا دي جون سبيسياليزي سوا دي سيكولوج ولا الاخر كي ايساي دو ريكونستروير لو كوبل يا توجور افون دو باسي عند لافوكا اي دو فير لاخر اسكو البروبليم حنا باغ اكزومبل ما عندناش هادو معنا يا تروح عند الامام تزوج ومن بعد تروح عند لافوكا باش تلقى احنا من كاطو البوغاطو ما نديروهاش فوالا كاطو في الصيف بوغاطو في الشتاء هو لو كود دو لا فامي عندنا ومام عاداتنا حنا زمان
لو كونسي دو لا فامي هذا هو سي ساسيتي كبار العائله من عائله الزوج ومن عائله الزوجه يديروا لا ريونيون ويديبا لو سوجي واش هو الجزائريه ماهيش كيف كيف تبدلت ميم لا كي جو لا جوستيس ميم كي جو لا جوستيس اي برين با لو شوا نتاع الوساطه والحل هذا اي بريفير الي ديبوزي لو بروبليم ديفون لا جوستيس بور بروندر اي ديسيزيون سوا هي راهي طالبه الخلع سوا هو راه طالب الطلاق سوا راه كاين التطليق باسكو يا كات سوليوشن في الديفورس ولا الطلاق الارادي يعني عقد نتاع مراضات بين رجل وبين زوج وزوجه كيما تزوجوا بعقد رضائي كيما يطلقوا بعقد رضائي دونك حنا لو كونسي دو لا فامي اكزيز ديجا احنا اليوم المشكل تاعنا كما قلت لك رانا نتخلاو على امور كانت مهمه بزاف في ربط اواصر الاسره الجزائريه وهي العوده الى هذه الاصول اللي كانت طيبه واللي كانت هي دير لو كونساي حتى لو كود دو لا فامي الى كونكريتيزي هذا المبدا مازال عندنا في قانون وكان يحكم القاضي يطلبوا هما وسط من الحاكم من عائلتها وحاكم من عائلته القاضي يحكم بحكم بيدير هاد لا سيلول سي جوز دير اون سيلول ديكوت يعني تاع مصالحه دونك كونت إليا با سا القاضي هو اللي يلعب هذا الدور سموه دور لا ريكونسيلياسيون ولا الصلح القانون فرض على القاضي 3 سيونس دو ريكونسيلياسيون ثلاثه مرات هو يحاول يصلح ذات البين بين المراه وبين الرجل لكن احنا المشكل اللي يصطدم به القاضي انه الزوج في بلاد الرجل عندنا في الكود دو لا فامي العصمه بيده متى اراد ان يطلق فليطلق متى أراد أن يطلق مهما كانت يعني حسن هذه الزوجة ولا طيبة أخلاقها ولا حسن أخلاقها كونت إل ديسيد دو ديفورسي ما ينفعش مع لا سي فغي لي ريكونسيلياسيون قال أنا راني متمسك بفكر الرابطة الزوجية سافا علي على ديفورس شوز اللي من بعد كما قلنا الخلع جا سيتي بوغ اوبوزي جوستومون شويه هاد ولات المراه تقدر وهنايا كانت اجتهادات فقهيه كونتخ هاد لا بوزيسيون باسكو الخلع اللي اكزيستي دون لونسيان كود ولكن كان برضا الزوج بعد ابخي لا ديسكسيون بعد المنظمات النسويه فوالا صافي فولي ديجا باش هذاك القانون تاع 05 تحط على الطاويله ولا ايتي اومولوغي الى فالو دي باتاي نتاع لي زاسوسياسيون فيمينين وكذا وكذا باش وصلنا لهذا الشيء كاين بزاف اللي يشوفوا بلي هذا ماشي ايفولوسيون او كونتخيغ سي اون ديفالواسيون Beaucoup le disent. Oui, ils le disent beaucoup parce que mais qu'on le veuille ou non, une société d'hommes. هذا هو اللي ما حبيناش نتخلاو عليها دو مومون كفك الرابطه العصميه فك الرابطه الزوجيه عصمه بيد الرجل كومون سا سفي لا فام اون الجيري ولات عندها هاد لوبورتونيتي نو رانا في مجتمع دركا 2015 طالبنا بالمساواه بين المراه والراجل الدين ما منعناش باش نطلبوا حق الطلاق بالخلع لكن دوك تبقى الاسباب هنا الاسباب جو ديغي ميم على الام وعلاش ثاني يروح يطلق مراه كي تكون يعني لاباس عليها في دارها حسنات يعني مديرت له كفوف الراحه متهليت له في ولاده وعلاش يروح يطلقها اذا طلقها خلونا من الاسباب الاخرى بصح مرات بوغ لا شونجي باه يبدلها باه يروح مع زوجه اخرى اصغر ولا اجمل ولا عندها المال اكثر هذا ثاني سا 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 ديتروي اون فام دونك اوجوردي لو فات اللي عطاو لها الخلع انا نظن هذا ماهوش مضره للمراه او كونترير Elle sait, je pense que la femme, لو كانت تكون سعيدة في حياتها مع زوجها وعندها كل أسباب الراحة وعندها الحب والتفاهم مع زوج تاعها في أسرة سعيدة ما ظنيتش تتخيل. يا دي ديريف مدام كوميم، يا كوميم فاهم. كيلكو كا مي فريمون إيزولي، يا بو. جو بوغي دير إيزولي. باسكو يا يو لي ستاتيستيك دو مينيستير دو لا جوستيس جوستومون، يي بارل دو يا يو انفلاسيون دو ديفورس دو خلع هذا، لو فامو خلع هذا، فوالا 4 5 موا أبخي إل دوموند لو ميم سي. Chez elle, ça se passe plutôt bien. C'est une famille plus ou moins épanouie. Les enfants sont bien pris en charge et tout. Ben, il y a des accidents dans la vie. Oui. Et les femmes, certaines femmes sont. Mais c'est vrai que. C'est la maturité. Pour moi, c'est une maturité. Il faut que la femme soit mature. Wahda. تكون يعني ناضجة عقليا باش تعرف إلا طلب طلب الطلاق هذا راح يساعدها ويساعد العائلة تاعها ولا لا لا. Il y a aussi des مرات أسباب سرية بين لو كوبل qu'aucun ne veut divulguer. دونك الخلع جا باش يغطي حتى في العداله كي تطلب الخلع على المراه تقول اتحفظ بعدم ذكر الاسباب انا جو تروف هذه ثاني حاجه مليحه باسكو يا دي مومون دي شوز
qu'ils ne peuvent pas le dire à tout le monde. Malheureusement, ça ouvre la brèche quand même. Bon, ça, c'est pas simple. Oui. Il y a parfois, il n'y a pas de raison évidente. Tout simplement, elles demandent le divorce, mais il n'y a pas de raison évidente. Les hommes demandent le divorce Les deux. Peu importe qui demande le divorce. Une femme divorcée en Algérie, elle est pointée du doigt par la société. Alors, d'autant plus, encore plus, loukan hi li tatlab bel khol'a. Est-ce que qu'il y a des statistiques, c'est-à-dire une mada ilmiya li tbiyen حالة الطلاق كيفاش وعلاش الأسباب تاوحها أسكو كاين دي ستاتيستيك أس نيفو لا سيلي سوسيولوج نكبوا على هاد الظاهرة تاع المشكل تاع الطلاق في الجزائر ويعني هذه نظن سا دوموند با كيما يقولوا دو سورتير دو سانسير بور كومبروندغ سا نرجعوا برك للواقع المجتمع نتاعنا باش نعرفوا لي فغي ريزون البطاله انتشرت ما كاش العمل انتشار افه المخدرات انتشار با وي سي كاريمون دي ريزون الاخر ولا ايضا قلنا باللي المراه كانت في السابق غير مستقله ماديا اليوم الاستقلاليه الذمه الماليه خلات المراه ولا خلات الرجل ايضا ياخذ هذا القرار في حياته وينفصل انا نقول لكم الطلاق سي با كلك شوز دو ماهوش حاجه يعني كلك شوز دو مونستر Au contraire, Marakoullah et sa sœur, ça règle des problèmes énormes. Je préfère qu'il y ait une séparation, qu'il y ait زوج يعني باش يعيشوا عباد طول حياتهم في كنف يعني معيشي والخديعة بيناتهم والإثم بيناتهم والكذب بيناتهم والمعاملة السيئة بيناتهم. Je préfère. D'ailleurs, Allah سبحانه وتعالى قال لك إن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. ولكن الحلال وأمرهم أيضا أمرهم قال لك إذا عاشرتهم بالمعروف طلقوا سرحوهم بإحسان. يعني صاوسي يعني ربي سبحانه وتعالى فتح هذه لابغاش سي كوم اون سوباب باش تتنفس العائلة منها. Mieux vaut être seul que mal accompagné, comme on dit aussi. مرات ثاني الانسان ما يقدرش يعيش الانسان، اتونسيون ما خلقناش ربي نتشابهوا مع بعضنا بعض، ماشي من نفس العائله، مش من نفس التربيه، ولا من نفس الاعتقادات، مرات انسان يخطب راجل من عائله معينه يروح لعند عائله اخرى يجي منها استاذ هل الحل في اقل من دقيقه، هل الحل هو انه نعاودوا نشوفوا لي كونديسيون دو مارياج؟ لانستيتيسيون دو مارياج كيف فور انا سانسيرمون جو روفيان لا جوستيس الشيء اللي راه يخوفني في بعض الاحيان في المحاكم انه بعض لا جو نو كريتيك با مي سو كو جي كونستاتي انه في بعض الاحيان لو تريتمون دي دوسي يعني معالجه القضايا نتاع الطلاق تتم امام قاضي عنده معتقد خاص به شخصي يطبقوا في ارض في على الناس هذا هو اللي راني خايفته انايا جو فوا سارتان كا سارتان ديفورس وين المراه اذا طلقها راجلها يطلب هو الطلاق وهذه صارت عندي في المكتب عندي طلب هو الطلاق هي راحت قالت لك انا كرامتي ما تسمحليش نقولوا عاود رجعني رماني خلاص جاكسبت لو ديفورس القاضي كيفاش حيث الحكم نتاعو بما انك رضيتي الطلاق وما منعتيش اذا انت راكي قابله هذا الطلاق وبالتالي الطلاق هذا موش تعسفي راه باراده متقاسمه بينك وبينه وبالتالي حرمها من حقها في في التعويض عن الطلاق التعسفي دونك سا كون جو سو ريفوني على باز نتاع 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 لا كونفيكسيون دو سو جوج عرفتوا باللي هذا ما تبقوش القانون معناتها سيتي كاريمون اون كونفيكسيون معتقد ديني معتقد ديني اللي خلاه عالج هذا الملف بهذه الطريقه انا هذه اللي نخافها انه المعتقدات الشخصيه للقضاه في الاحوال الشخصيه سون اون تران دو جيري لي دوسي دون مانيير ما خلاش توحيد ديجا نقول لكم محكمه الشراقه فيها مثلا طلاق تعسفي مقدر ب 30 مليون تروح محكمه واحده اخرى يعطيك 10 ملايين دونك اون لابريسيون دات في زوج جمهوريات ماناش في جمهوريه واحده اون فونكسيون دي كارتي كارتي حيدرا والحراش ماشي كيف كيف لا بوبولاسيون فونكسيون دو هذا من جهه هذا سيغ لو تريتمون جوريديك دو دوسي مانو تريتمون سوسيال جو بونس كو جو نو سوي با لا mieux placé pour dire tout ça mais نظن باللي المعالجه الاجتماعيه راهي لازم لها يعني قنواتها متمثله في عده جهات واطراف معنيه بمعالجه مشاكل الاسر الجزائريه الماديه والنفسيه
والسكنيه ان صح التعبير اجتماعيه فوالا كون جدي السكنيه باسكو سي لو بلو غرو بروبليم سوسيال اون الجيري دونك على هذا الاساس اللي نقول باللي تضافر كل المجهودات ونطلب من العائلات انهم اليوم ما يمشوش وراء اهواء لي جون صغار هادوم يخليهم حتى يشبعوا عقلهم باه يديروا الاسر الجزائريه. بكري كانت الزواج المبكر سيتي كيك شوز دو بيان لانه كان لو جون كان يعتقد في الزواج ولا فام كانت عندها ايضا زيتي ريسبونسابل 15 سنه ترافاي ديجا كان عندها مسؤوليه. دونك كاين لي جون مازالوا يجيب المصروف من عند باباه وباباه شاري له الطوموبيل وداير له الشومبر الفوق يزو يجيبوا بنات الناس يتمسخروا بهم جميعا. شكرا لك سيدة خديجه مسلم، شكرا لك مره اخرى اللي قبلتي الدعوه تاعنا وكي حاضره معنا. نكملوا سور نوت دومور ان تي بو شويه هكذا مع ساره اكسيلي. ساره وحوالا اللي راح تجي تحكي لنا شويه على لو ديفورس كما ça se passe ailleurs. Sara Ksili, t'as fait quoi de conflit ? نو مرحبا بك ساره. سالي بيان صافا والله الحمد لله. اليوم جيت نهضر لكم على واحد لو سوجي، واحد لو فينومين جديد في لو موند اللي راهو تري اون فوك وعنده علاقه مع لو سوجي تاع اليوم اللي هو الديفورس. دونك هذا لو فينومين اللي هو لا ديفورس بارتي ولا حفله الطلاق اللي راهي دايره في حاله في لو موند اونتي. اون فا كومونسي باغ ليدي. منين جات ليدي تاع حفله الطلاق هذه؟ كانت واحد ليكريفين أمريكان هي اللي جابت لي دي الفكره. قالت علاش اون سيليبر تو سكي شونج نوت في كيما لو مارياج لا نيسونس لو باك باغ اكزومبل ختانا ايتترا بوركوا با لو ديفورس. دونك اون 2003 هاد الكاتبه الامريكيه اللي اسمها كريستين غالاغير كون فا ديكوفير توت سويت اون فوتو خرجت ان اوفراج اون 2003 تكون له نويل غالاغير تاع لي فرير غالاغير نو لي فرير نويل نويل اوكي خرجت ان اوفراج اوازيت يا مينويل هذه هي شيلين ديور فيها زين تاع لي زونغلي شيلين ديور صافي دير ما عندهاش زين اون فيت باسكو لي زونغلي ما عندهمش زين على كل حال بون هاد الامريكيه دونك اللي خرجت ان اوفراج اون 2003 ديستيني ا بروندر ا ديباسي ان ديفورس ولا اون روبتور وكانت فيه في هاد الكتاب هذا كانت فيه هاد الفكره تاع الحفله تاع الطلاق فوالا اللي سي بازي سور دي زيتود سيكولوجيك كوم كوا هاد الحفله تقدر تعامل المطلق او المطلقه باش يتجاوزوا هذيك المرحله غابي رابيدمون اي بلو فاسيلمون ا كونديسيون كو هاد الحفله ما تكونش اورغانيزي ان بلوس ماشي زكاره ماشي زكاره فليكس كوم كوا ها طلقنا وندير حفله وش يحفك اي تو سا. دونك كيما كاع الحفلات عندهم طريقه تاع الاحتفال كاين كيما في المارياج بياس مونتي ميم في الطلاق كاين بياس مونتي تما المصروف فيها فيها عاديه تما زود صرف طلق صرف كذا غير تصرف هذا ما هذاك اذا حبيت نبداو بالبيجي ديالك voilà, on va voir quelques modèles de pièces. Ah oui, parce que Kain, ça, en plus. Oui, ben oui, bien sûr. Kain, par exemple, الزوجه ولا المطلقه يقطعوا لا روب بلونش باغ اكزومبل باش تفرغ زعفها في فوالا دونك كاين هاد لي كيسيون باهي يكريوهم هكذا كومونسيون بون بدلوا لنا التصويره لا ريجي فوالا باغ اكزومبل دونك دي بيس مونتي اللي كان دون لا بوبيل راح ترمي في لا بوبيل جابج جابج فوالا جيتون لي بوبيل كاين واحد اخرين كاين دي كاتو اخرين كاين واحد اخرى عطيني واحد اخر لا ريجي هذه تاع اون فام هذه سي لونغ هذا هو اللي فوالا فوالا باغ اكزومبل هذا رماتويت كركب بالفاليزا دونك هاد لي هاد الحفلات هذوما كامل معروفين في الخارج سورتو في لي زيتازوني و اون باك في لوروب اي تو مي سافيفو كو هاد الحفلات اكزيست اون الجيري و بيان افون هاد الكاتبه ولا الفكره ديالها عند توارك اللي في تندوف يزورغانيز حفله الطلاق بور لا فام كي تطلق ويديروا لها حفله كيما تاع المارياج سوا سوا جونغ يذبحوا جمال ايتترا وي الفات الطلاق تاع لا فام سي دي سوسيتي ماتريال ماتريال لا موريتاني المراه قد ما تكون مطلقه قد ما يجروا موراها رجال موريتاني والله والله صح سيريوزمون سيريوزمون والله سي تري سيريوز المراه هي اللي ديسيدي وقد ما تكون مطلقه قد ما يكون توارك سي لا فام ديال مجتمع بون اون ميم طون تانيك لازم تكون سمينه بزاف باش تولي شابه عندهم في عقليتهم دونك عندها الجمال ابري سي خلاص بون قد ما تكون سمينه قد ما يكثروا لها الجمال والمعيز كيما انت يا ساره في موريتانيا ما يجيك حتى واحد ما يديوكش على بالك يخليوك هكذاك ميرسي بوكو ساره يعطيك الصحه وبليزير ساره كسيلي ساره حواله
شكرا لك استاذه مرا واحده اخرى اللي قبلتي الدعوه تاعنا وحضرتي معنا في هذا البلاطو. انتم قعدوا معنا، رانا راجعين لكم في الجزء الثاني نحكيوا على السينما مع ضيفتنا يمينة شويخ والفيلم تاعها ايير اوجوردي اي دوما، فيلم وثائقي. ما تبعدوش انا راجعين. مرحبا بكم في الجزء الثاني، نحسكم زينا زيركم. التحقت بنا ضيفتنا الجزء الثاني السيده يمينة بشير شويخ، مرحبا بك. شكرا. تحت تصفيقاتكم فريمون نشعلوها شافوا شيف مونتوز رياليزاتريس سيناتريس. اليوم راح نحكيو عليك سيناتريس. نو سيناتريس سيناتريس مازال ما سيناتريس ما سيناتريس تاع السينما سيناريست سيناريست نورمال جو من داك شوي ديكليكسيك سماري من شوي ديكليكسيك. راح نحكيو معاك على الفيلم الوثائقي ايير اوجوردي اي دوما، بارح اليوم اوغدوا. هو فيلم الوغ سينوبسيس، رحتي شفتي تري كور لو سينوبسيس، رحتي شفتي المجاهدات الجزائريات اللي شاركوا في حرب التحرير واللي ما نعرفوهمش، خاطر نعرفوا اسماء كبيره من المجاهدات سواء من الشهيدات ولا من المجاهدات، مانيش حنذكرهم باش ما نزعفوش، ولكن انت خيرتي باش تروحي لهاد النساء اللي مدوا واش عندهم بصح واحد ما سمع بهم. افون دو فوار ان اكستري اونفون ا دو اكستري ا مونتري افون دو فوار علاش هاد لابروش. Tout simplement, en fin de compte, le déclenchement de la guerre. Je voulais comprendre un peu comment les femmes sont arrivées dans le mouvement nationaliste algérien. Mm-hmm. Donc je suis remontée dans les années 40. Parce qu'on a toujours l'impression que la femme algérienne n'a participé que pendant la guerre. Mm-hmm. En fin de compte, elle était... Au PPA. Le Maïdan, oui. Le PPA, qui est une partie Ludma. Communiste. Bon, PPA, après MTLD. Ludma, et Ludma. Et en fin de compte, je me suis posé la question, c'est parce qu'on oublie quand on les voit maintenant, elles ont 80 ans, oui. La plupart. Oui. La plupart, on oublie qu'elles ont été jeunes. Et comment ces jeunes femmes de 14 ans, 15 ans, 17 ans sont arrivées dans le mouvement nationaliste et après, pendant la guerre, comment des petites jeunes filles, des adolescentes, ont eu cette conscience politique pour participer à la libération du pays. Surtout que, quand on revient en arrière, la plupart, très peu, les rahou, c'était certificat d'études sans plus, pas politisé du tout. Comment cette conscience politique s'tbennaouha et ou qui fait voilà, c'est mon questionnement, c'était ces mujahidettes et ces militantes adolescentes. À l'époque, à 14 ans, la fille est mariée, elle a peut-être un enfant. Ouais. Et aussi. La société était très conservatrice. Pour militer, est-ce que les parents sont d'accord, pas d'accord. Mm-hmm. C'est surtout ça qui m'a interpellée. Je voulais savoir. Il y a une histoire personnelle qui a fait que tu as fait la question. C'était quoi le déclic exactement? Le déclic, on m'a proposé de faire un documentaire sur les, anciens, les condamnés à mort. Les femmes condamnées à mort. Les femmes condamnées à mort. Et je ne voulais pas faire un guerre, travailler sur la guerre d'Algérie parce que cette histoire, elle a tellement été prise en otage que les gens de ma génération ne voulaient plus entendre parler de la guerre d'Algérie. Mmh. Voilà, tout simplement. Et à un moment donné, quand j'ai accepté, j'ai dit voilà, moi, voilà ce que je veux faire. Mon intention, si je dois faire un documentaire sur la femme... je préfère aller vers cette approche des adolescentes et dans les années 40 et à quel moment jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et je m'arrête là d'ailleurs, le document s'arrête avec l'indépendance de l'Algérie. Il y a aussi le souci, vous savez, bon, même moi je suis de la génération entre les deux guerres, je suis née...
avec la guerre d'Algérie 54. Quelques mois après, il y a eu le déclenchement. J'ai grandi. Pendant la guerre. J'ai grandi. 3 ans, 4 ans, jusqu'à l'âge de, je sais plus, 10 ans ou là. Dans une atmosphère de guerre. Mais je ne comprenais rien. Hein. Je voyais les choses. C'était comme, la normalité. Comme un enfant peut sentir les choses. Et après, cette période est devenue des murmures. Juste des chuchotements. Personne ne vous apprend réellement ce que c'est que la guerre, qu'est-ce qui s'est passé. Des mensonges qui plus tard sont devenus des vérités qui sont devenues des mensonges. Donc j'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet, je me suis posé des questions comme tout le monde. Et c'est vrai que faire un travail sur la guerre d'Algérie, sur la famille révolutionnaire, c'est un peu difficile parce que ça peut être un piège. Et moi j'ai des enfants aussi. J'ai des enfants qui ne sont pas concernés par la guerre comme tous ces jeunes. Ils ne sont pas concernés. On leur rabat tout le temps la Mujahideen ou Hadi ou Hadi. Ça ne les concerne pas. Le temps a passé. Ils ont d'autres soucis. Comment aussi, moi, me réconcilier avec mon histoire et comment réconcilier les jeunes de maintenant comme mes enfants avec l'histoire. Et c'est vrai que j'étais sur un fil, sur un rasoir. Est-ce que je vais tomber dans la propagande et faire comme on a l'habitude de voir, Kounahna, ou Sil Hussein Kanahna, ou l'Askarmen, ou Hadi. J'avais trop peur. Vous vouliez faire quelque chose de différent? Raconter une autre histoire? Je voulais juste raconter ce que moi j'avais envie qu'on me raconte quand j'étais jeune. Et vous aviez envie qu'on vous raconte quoi? Qu'on me raconte... Une belle histoire Oui. Une belle histoire. De femme et quelque chose qui où je sens qu'on ne me ment pas. Mm-hmm. Qu'on ne me cache pas des choses. Je ne veux pas dire par là que le documentaire révèle des vérités absolues qu'on ne connaît pas. Mais j'ai essayé et les femmes que j'ai interviewées m'ont donné cette chance... de venir avec une parole de femme vraie, où on sent de la sincérité. Voilà, tout alors simplement. Alors justement, il y a un peu... On va voir l'extrait et je te donne la parole juste après, puisqu'on parle de sincérité des témoignages. Justement, on va voir un extrait. Nous allons vous dire que ce film wathaiqi a le prix du public dans la 6e de l'Ayam Cinémaïa en Algérie, l'Asima. L'extrait, la régie. Mon grand-père était un des fondateurs du Parti communiste à Oran. Ma famille était connue comme étant communiste. Donc, ils m'ont demandé... Moi, je ne l'étais pas à l'époque. Et ils m'ont demandé de travailler à Liberté. Et là, vraiment, j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'était le système colonial. Après les événements de 1945... J'avais 17 ou 18 ans à l'époque. J'étais secrétaire de direction dans l'administration. Et parallèlement, il y avait même Yashin Touf qui était la responsable de l'organisation femmes, du PPA, puis du MTLD, etc., enfin, jusqu'au FLN. On ne pouvait pas ne pas faire la guerre parce que... l'humiliation. On a été trop humiliés par les Français. Chanter la Marseillaise, des fois on refusait. Comme moi j'étais une rebelle, je refusais tout ça. On nous obligeait. Enfin, il y avait beaucoup de facteurs qui nous ont obligés à faire la guerre. La guerre n'est pas venue comme ça. Ça a été... Dans nos têtes, ça a été quelque chose de préparé. Psychologiquement, on a été préparé à la guerre parce que par l'humiliation. On était jeunes, on pensait qu'à la guerre, on pensait pas à autre chose.
Voilà, مختطف من الفيلم الوثائقي hier, aujourd'hui et demain, البارح, اليوم وغدوا ليامينة الشيخ. Tu voulais poser une question, Hassan? Madame Chouk, moi j'ai pas envie de vous faire le reproche d'avoir parlé de la période hantée avant le pré-révolutionnaire, avant 54, c'est-à-dire. C'est toujours bon de parler de l'histoire de l'Algérie, même si on remonte jusqu'à Jugurtha ou Massinissa. Mais seulement, moi ce qui me dérange dans l'affaire, c'est que... L'engagement de la femme algérienne, il s'est surtout cristallisé durant la période 54-62. La femme, c'est vrai qu'elle a travaillé, comme vous le montrez si bien dans votre documentaire, durant les années 40, mais c'était beaucoup plus... il n'y avait pas de guerre à l'époque. C'était l'engagement politique dans le mouvement nationaliste. Peut-être oui. Même, on pourrait éventuellement remonter jusqu'à l'étoile nord-africaine en 26. Certainement, il y a des femmes, aussi bien en France qu'en Algérie, qui ont intégré les structures du PPA. Après, le 1935, donc le PPA-MTLD, l'UDMA. Certainement, il y a des femmes qui ont participé, et à un échelon très bas aussi. Mais maintenant, je pense que... La souffrance de la femme, c'était entre 54 et 62. Je ne comprends pas qu'est-ce qui vous aurait dérangé de travailler sur ces femmes-là. Là, je viens de voir l'extrait, une Française. C'est une Française que vous montrez là. C'est une Algérienne d'origine française. Mais C'est une Algérienne. On ne fait pas la différence. C'est une Moudjahida. Larry Berhadj Ali. Voilà, c'est une Moudjahida. Ses deux sœurs ont été emprisonnées. Par exemple Son grand-père était communiste. Il a défendu la cause algérienne. Ouais. Son père, M. Larry Berhadj, qui était médecin à Oran, qui a soigné aussi des moudjahidines. Yeah. Sa clinique a été incendiée par l'OAS. Donc, excusez-moi du peu. Non, c'est important. Mais moi, j'aurais été loin, par exemple, faire un documentaire spécial pour les étrangers qui sont devenus algériens par la force des choses et se sont engagés aux côtés du FLN. Steiner, il y en a beaucoup dans ce pays. Maillot, c'est des Algériens, Maillot. Il y a beaucoup de grandes dames qui ont lutté aux côtés des Algériens. Ils ont même pris la nationalité algérienne. Elles méritent un film, elles méritent... Voilà, d'ailleurs, hier, on avait célébré Maillot, je crois, à Mouradia. C'est une rue qui porte son nom. C'est formidable. Ce sont des Algériens, on est fiers d'eux. Hier, Barak le Mouchahid Internet, c'était mardi. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez un petit peu réticente par rapport à la période de 54-62, parce qu'il risque d'y avoir de la manipulation, de la récupération politique. Je crois que vous pouviez quand même parler des Algériens qui ont souffert, de grandes moudjahidates, parce qu'on ne parle pas de moudjahidates, sans que vous soyez récupéré ou qu'on interprète autrement votre documentaire. Vous avez fini? Oui, non, allez-y, j'attends votre réponse. Oui, là, la question. Voilà. Non, je pense que vous avez un peu mal interprété mes propos. Pour comprendre le mouvement, pourquoi les femmes, j'ai parlé d'adolescentes, je ne voulais pas réduire la femme dans le document. Bayel Kahlal est arrivée en 54. Mmh. Elle n'a pas fait, elle n'était pas dans le mouvement dans les années 40. Mmh. Il n'y a que, là vous avez vu Nassima Hblel, qui était la secrétaire de Abban Ramdan. Mmh. Mmh. Vous avez vu Lucette Hadj Ali, qui elle était dans le parti communiste. Elles sont plus vieilles que les autres. Et après, je passe aux autres. Je passe à Bayel Kahla, je passe à Nassima, à Hassiba Abdel Wahab, à Houda. C'est-à-dire qu'il y a quelques-unes qui sont concernées par 54-62. Abid, je vous dis, le document s'arrête en 62. Mm-hmm. Je parle des poseuses de bombes. Mm-hmm. Il fait 1h45. Mm-hmm. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas compris ce que j'avais développé au départ. Tout à l'heure, vous avez dit que la période 54-62 était gênante, manipulation. Non, j'ai dit que... C'était un vécu personnel. C'est un vécu. Comment moi j'ai vécu l'après-guerre, tout simplement. Comment moi j'ai vécu... J'avais l'impression qu'on m'a spolié du combat de ces femmes et de ces hommes qui ont libéré l'Algérie, quelque part. Quelque part, ça c'est mon avis. Maintenant, je ne peux pas parler au nom du peuple algérien, mais moi j'avais l'impression d'avoir été spoliée de mon histoire.
de l'histoire de mon pays et de ce combat qui a mené à l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire, madame, je ne vous suis pas là, s'il vous plaît. Expliquez-moi, oui, comment on vous a spolié? Je ne comprends pas. Juste une seconde, avant de répondre à cette question... Je peux répondre. Hein. Ouais, juste avant de répondre, on va juste détendre un peu l'atmosphère, après on va répondre non, à ça. Non, moi je ne suis pas attention. Il a un stressé. Salut, il a un stressé. Tu as un stressé, il a un stressé. Amin Abdellaoui, في 90 مع امين اللي حكي لنا على الرياضه والسياسه مخلطين مع بعضهم. وي لوكازيون دو ماتش الجيري باليستين. اه وي اوتر مساء الخير عليكم. مساء الخير مدام البوبليك حسن كنزه. دونك في لاكرونيك سبورتيف تاع اليوم حبيت نحكي لكم على لا غولاسيون اللي كاينه بين سبور ولا بوليتيك نوتامون مع لو ديرني ماتش اللي شفناه الاربعاء اللي فات بين ليكيب ناسيونال اولمبيك تاعنا كونتر فلسطين وفلسطين ربحوا فيها 1-0. نسنا فوالا معليش. دونك في الماتش هذاك زدنا شفنا اونكور اون فوا لا بوزيسيون تاع الجزائريين بارابور القضيه الفلسطينيه باسكو سيتي بلوس بوليتيك كو سبورتيف ابسولومون. والجزائريين دونك قالوا الستاد كان معمر غاشي كاع يديك وكاع يعيطوا فلسطين الشهداء. دونك نشكروا ثاني المسؤولين اللي زون روندو هاد لا رونكونتر بوسيبل اون اسبيرون كيلي اون دوزيام رونكونتر هاد المره مع ليكيب ا. دونك كيما قلت لكم نحكيو على لا غولاسيون سبور اي بوليتيك. دونك خيرت لكم دو في هيستوريك اللي صراو نوليو لو في هيستوريك الاولى نوليو شويه اللور فان شويه نوليو بزاف اللور اون 1936 في لي جوز اولمبيك اللي كانوا في برلين. دونك على بالك واش كاين هذيك ان بو بلو تار انا جايين هذيك ان بو بلو تار اون 1936 وقت النازيسم وقت هتلر وقت هتلر فوالا وقت هتلر جيسي اوينز ابسولومون عليه انا حنحكيو تما في لي جوز اولمبيك هذوك لي زالمون حبي يوريو ان تي بو لا سوبريماسي تاع لا غاس بلونش او ديتريمون دي زوتر غاس. وشنو كيما نشوفوا ليماج هذه الاولانيه يافي لاتليت كيما قالت لنا مدام جيسي اوينز اللي ربح 4 ميداي دور. كيما نزيدو نشوفو في لا دوزيام ايماج جي سي اوينز فوالا هنايا انا توجور في لي جوز اولمبيك وكيربح لي 4 ميداي دور سكي سي با باغيتيل كو ادولف هتلر خرج من لا تريبون غير باش ما يخمسش معاه. علاه؟ باسكو إلي تي نوار. اه فوالا شي باغيتيل خرج نو كاين يا بلوز كل واحد واش يقول لك يا بلوزيور يا بلوزيور ديال سكي لا في جو سوي بلو ما خمسش معاه صافا ما خمسش معاه صافا سكي لا في ابخي نكملوا توجور مع نكملوا توجور سا سيكسبليك جوسكي لي فودا سا سيكسبليك بوركوا اي لا با فولي فوالا افيك ان دوزيام في كيفاش لا غاس ايريان لا غاس ايريان ايريان انا ديكليك سيمس شو اتند ديكليك سيمس دونك نكملوا افيك لو دوزيام في هيستوريك نافونسي شويه. دونك من برلين نروحوا للمكسيكو 1968 توجور مع لي جوز اولمبيك افيك دو اتليت نوار امريكان سي دي سبرينتور دونك تومي سميث وجون كارلوس لي ربحوا دو ميداي دور. نشوفوهم في ليماج لا ثوازيام ايماج هاديه وشنو كي ربحوا واش داروا باش يندوا بالغاسيزم اللي كان في الماريكان كونتر لا غاس نوار. لبسوا كل واحد لبس ان غون نوار طلعوا يديهم في السماء هبطوا على سنهم ونحاو صبابطهم. وسي كيما راكم تشوفوا في هذه ليماج لو ثوازيام اللي معاهم سي ان اوستراليان وهذه حكاها لي شوقي مقبيله سي ان اوستراليان لي كوم لي دو نوار هادوك لي دو اتليت نوار ما كانش عندهم دو غون دو بير دو غون هو قال لهم ديروا واحد باسكو واحد فيهم نسى لابير تاعو اكزاكتومون نسى لابير ديالو حكايتها نورمال جو كوا كي يل بورتي تانيك لو باتش تاعهم ودار لو باتش تاعهم كيما راكم تشوفوا في لافيست تاعو لو باتش انتي راسيزم واش صرا سي كو كي داروا هكذايا جون كارلوس واحد من لي دو اتليت هذا واش قال كي ربحت انا اليوم في الماريكان دوك يقولوا عليا بلي انا امريكان جون كارلوس الامريكان غاني مي لو كان خسرت على بالي بلي يقولوا جون كارلوس نيغرو خسر سيتي لا ديكلاراسيون سيتي لو سين اوسي دي بلاك بانترز دي بلاك بانترز ابسولوم Le point levé. Donc avec les deux faits hadaya plus le match géré par les Palestiniens, raconte toute la force qui connaît le sport, la politique. Donc nous maintenant oublier les Palestiniens et qu'on nous présente dorénavant les grandes manifestations sportives internationales. Mais j'ai dit de leur sauter homme. كلمة الأخيرة ربي ينصر فلسطين إن شاء الله إن شاء الله. ميرسي بوكو أمين عبد اللهوي في 90 مع أمين يعطيك الصحة أونكور أون فوا ميم حنا في التاريخ تاعنا لا فعلا افي اون ايكيب دو فوت دير كو لو سبور ايتي ديجا ا ليبوك اون ارم دو بروباغاند وي وي رشيد مخلوفي وي
1958, il ne voulait pas jouer la Coupe du Monde en Suède avec l'équipe de France. Il y avait même les cyclistes. Oui, des boxeurs aussi, mais surtout les footballeurs, parce que c'était le meilleur joueur en France. Parce qu'on parle le football, bon, bien sûr. C'est le sport, roi. Rachid Makhloufi, c'était le Messi à l'époque. C'était à Marseille, non? À l'époque, non. Jouait à Marseille, à Marseille. Nantes, en principe, c'est Nantes. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Jouait avec Aimé Jacquet, d'ailleurs, 58. Donc, on a pris un coup de... Bon, pour revenir à la réponse, à la question Théo. Oui, eh oui, madame, expliquez-nous. C'était quoi déjà la question? C'est toi, ça. Oui, oui, oui. Je voulais juste comprendre. Je ne sais plus de quoi on parlait. Alors pourquoi, Non, mais c'est bien de parler des femmes algériennes avant et tout ça, mais j'aurais aimé qu'on parle aussi des femmes qui ont fait 54 ans. Ben, si, c'est bien chez vous. Non, c'est que vous avez parlé des anonymes, c'est formidable. Ça, c'est formidable parce que finalement, l'histoire d'Algérie, c'est pas une. Il y a La question, c'était pourquoi vous pensez avoir été spolié? Que votre histoire a été spoliée. C'était ça ta question. Qu'est-ce qui vous gênait, madame? Ce qui me gênait, c'est que jusqu'à présent, je me pose beaucoup de questions. C'est tout. Sur l'histoire de la Révolution sur l'histoire tout court. Officielle. Sur l'histoire de la Révolution. Moi, je ne sais pas, maintenant, même dans le... Je suppose que les jeunes aussi, parce que j'ai vu les livres d'histoire de mes enfants... Où, d'abord, on ne parle pas de l'histoire de l'Algérie en tant que berceau de l'humanité. Donc, voilà. L'impression que l'Algérie, c'est 1830-62. On est dans une histoire de date. Là, je suis d'accord avec vous, madame. D'accord. Maintenant, je vais revenir à votre question, puisque vous insistez. Et je ne veux pas éluder la question, pas du tout. Moi, personnellement, j'avais l'impression qu'on me mentait tout le temps. C'est tout. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous. C'est juste que vous auriez pu poser la question à des... Enfin, vous auriez pu, vous pouvez le faire plus tard. Il y a de grandes dames qui ont fait la Révolution 54-62 qui ne sont pas connues. Comme celle que attendez, vous nous avez montrée. C'est un peuple. Voilà. Il y avait 9 millions d'Algériens. Voilà, y a beaucoup forcément, de il y a des milliers de femmes et des millions de femmes dont on n'a pas parlé. Alors justement, on va en profiter. C'est pas normal. Je veux dire, elles existent. Moi, quand j'ai entamé le documentaire, je voulais aller à la rencontre de ces femmes. Bon. Maintenant, les moudjahidettes que vous avez vues, elles sont connues que par le milieu des moudjahidines. Il y a une distance psychologique, c'est ce que je voulais dire justement. Elles ont 80 ans. Elles sont connues. Elles sont connues par la rôle. Mais le commun des mortels des Algériens ne connaît pas Nassim Ahblal, ne connaît pas Abdelwahab, Hassiba Abdelwahab, ne connaît pas Toumia. Baye el-Kahla ne connaît pas Hassiba Ben Yilis. Ben Yilis est une femme qui est de Tébessa. Houria Abid, elle est de Guelma. Elle a milité, elle était infirmière à Guelma. Bon. Alors on va profiter, on va voir un deuxième extrait du film, si vous le voulez bien. Allez, alors, deuxième extrait, la régime Foudelkop. J'étais décidée de sortir. J'avais pas de contact. Aucun contact. À part mon oncle, c'était à la maison, mais pas dehors. Alors, je me suis déguisée en garçon. J'ai laissé un mot pour ma grand-mère. Je suis allée à la maison, je suis allée à la maison. خاطر ما كاين عندنا الميم شيء انا ما حكي لي خالي قال لي دوكا ما يقبلوش البنات خاطر ما دائما نغضروا بالكلام باش هكا يحكي لي قالوا لا سي يحيى سون بلو طولور يعني طولير لا فام مي ما كانش عندهم النساء مازالوا جيتي لا بروميير في المنطقه الخامسه والمسؤولين في الولايات المتحده خلاص 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 قال لك ما نحبوش النساء واش نديرو حنا بالبنات ما كانش النساء سيدي فيه سي ما كانش المراه ما يخدفها ملي تخرج الا جبر غير لا جان فيه قالوا ما تحقوش لي جان فيه نو ني با كيستيون واش داروا نض هذا مسعود بو علي حكموا بن طوبيل ربي يرحمكم هو بو المبرجم قال له واقف قال راك واقف على زوج رجلين قال له ايه قال له هذه مراه وهذا راجل هذا بلا هذا ما يمشيش قال له كون ما نجندوش النساء كيف البنات كيفاش نديروا شكون يطيب نبعثوا الحاجه للمدينه شكون يروح يجيب شكون يداوي شكون يرفد ما كانش لازم البنات وقال له اولا دابور لو كان ما تكونش هذا عمي طارب ودركا ومازال حي هو المسؤول اللي جند البنات كامل ولا الرجال تاع المنطقه هو اللي كان يخير
قال لهم لو كون ما تحطش يدها للمراه في التوره ما تنجحش. Quand ils ont commencé, les femmes ont monté dans les maquis, que les maquis et la révolution elle a pris de l'ampleur. Parce que les femmes, elles étaient là. Parce que les hommes, ils étaient encore un peu plus courageux quand ils voyaient une femme à leur côté qui était en train de combattre. Ça leur donnait du courage. كان هذا مقتطف ثاني من الفيلم الوثائقي إيه أجوردوي إي دومان البارح اليوم وغدوة ليمينة شويخ حول المجاهدات الجزائريات وخاصة المجاهدات اللي ما نعرفوهمش اللي ما سمعناش بهم في كتب التاريخ تاعنا باسكو للتذكير فقط أنا قريت في التسعينات عباد رمضان ما كانش مذكور في كتاب التاريخ كانت صورته كاينة مي اسمه ما يبانش في كتاب التاريخ جوست للتذكير فقط بوليتيك راه السؤال يطرح نفسه وحده سهل باش عطاوك لي تيمونيج تاعهم باسكو نعرفوا باللي كاين اللي عاشوا عذاب كبير كاين الناس اللي ايزون اونفوي تو سا على الانتيريور دو Quand vous prenez Baya Al-Kahla, elle est dans un état lamentable après les tortures qu'elle a subies. Parce que Baya était avec Ali Khouja. Elle était d'abord à Alger en 54. En 55, Sarat Bia, bon, il fallait qu'elle monte au maquis. Donc elle était à Palestron. C'était l'une des premières femmes, les Talat Palestron. Elle faisait partie des premières femmes. Et après, Hakmouhaf, la frontière. Tunisienne. Mmh. Elle devait traverser la ligne Maurice. Tchakmettem. Imaginez, Mentem, Bachi Djibouhal Alger, elle est passée par plusieurs camps de torture. D'une dizaine ou une quinzaine avant d'arriver à Alger. Donc, c'est des femmes qui ont subi des atrocités. Celles qui n'ont pas été arrêtées, si on voit tout le document, elles en parlent, c'est pas facile. Oui. C'était pas facile pour ces femmes. Elles étaient jeunes, elles vivaient à l'extérieur, barra, il n'y avait pas de quoi manger. Mm-hmm. Enfin, elles ont subi. La guerre, c'est sale, c'est pas beau. Oui, oui, oui. Ben justement, ouais. Ces femmes qui m'a smana, elles avaient une conscience révolutionnaire, très jeune. Et apparemment, selon le témoignage d'Ismana il y a quelques secondes, elles n'étaient pas acceptées. C'était très dur, parfois, pour certaines. D'être accepté au maquis. Oui, le premier temps. Pourtant, on pensait que. Oui, 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 justement. Voilà, que... Moi aussi. Je pensais que c'était d'office. Qu'on avait accepté, qu'on avait besoin de tout le monde. Je compte, d'après les femmes, d'après les témoignages, Wesma, ils lui ont proposé de faire à manger. Oui. Hassib Abni, c'est la femme, la petite jeune fille qui s'est déguisée en garçon au Harbet Maddal. Elle est drôle son histoire parce que Harbet Madnar, elle est arrivée, elle savait qu'elle Amadjihad Qadr Tarouh. Donc elle a suivi la lune du train. Et imaginez Tébessa en 1955 ou le 56, c'est pas de Tébessa Ta'lioum. Donc Hakmet Tariq pendant toute une nuit où il y a Tmchi. Entre-temps, sa grand-mère pensait que Harbet Ma'arajel. D'accord. راحت لعند العسكر قالت لهم يا ودي راه بنتي سرقوها خطفوها سرقوها دونك اللي تي ريشيرشي وي اوف سي اون استوار هالوسينانت براتيكمون توت سي في لي بارون نو سافي با سي سا كي انكرويابل حتى او بيان يطلعوا الجبل À ce moment-là, elles sont obligées de dire à leurs parents, ça y est, c'est terminé, qui m'a baillé le kahla, qui m'a habillé. Elles vivaient dans la clandestinité. Elles vivaient dans la clandestinité. Et puis voilà, ces femmes se sont retrouvées. Vous savez. Elles pensaient pouvoir faire plus pour la révolution, elles se sont retrouvées à faire des tâches ingrates. Non, mais Kaloulha. Ils pensaient parce que c'est une femme. Kaloulha Taïbé. Taïbé ou la Horkat, nous m'en avons un taïb, nous m'en avons fait d'aller. Voilà, tout simplement. On a dit Noctel ou. Dit Mouharab et Adouadi. Bon. Il y a des femmes qui ont pris des armes. Il y a d'autres, des infirmières, il fallait soigner. Soigner. Il y a des femmes. Agents de liaison. Agents de liaison. Agents de liaison, poseuses de bombes et tout. Par contre, il y a les femmes des villages. Elles faisaient à manger. C'est elles qui, d'ailleurs, dans le document, les femmes en parlent. C'est elles qui creusaient les casemates. Elles cachaient les blessés. Ouais, elles se faisaient torturer. Et tout. Donc, si vous voulez,
cette guerre, si les hommes n'ont pas voulu des femmes, c'est ce qu'elles disent hein, au départ, parce que peut-être qu'ils ont considéré que la guerre, c'est pour les hommes, pas oui. pour les femmes. Mm-hmm. Mais après, ils avaient besoin des femmes. D'ailleurs, elles le disent. Good afternoon, tonight, today, oh my God. Yeah. Schwarzenegger. Yeah. Oh, Pamela Anderson. Yeah. Nicolas Cage. Yeah. Thank you for your invitation. You're welcome. Yeah, I'm very happy. يقول أنه جد ممتن لكل هذه الاستضافة وأنه أجد سعيد بتواجده بلاد الجزائر بلاد المعجزات بلاد الخيارات والمستشط بلاد العشرين مليون بطل بلاد الخرشف والبلوط والمستنقعات شكرا أستاذ شكرا أستاذ ستيفن عاشور بعد هذا الغياب الطويل على الجزائر كيفاش لقيت البلاد؟ Yes, today all my troubles seem so far away. الجزائر بخير بفضل الحكم الرشيد والحليب المفيد للصحة وتوفر المياه الصالحة للشرب والبقر الحلوب والقضاء على البنايات الهشة ويعيش هذا الحيوان في شمال كاليفورنيا يتغذى على الطحالب والنقانق وطاجين الزيتون. سمحوا لي غلط راني في شريط لا سي ستيفن عاشور سي ستيفن عاشور بزاف شباب جزائريين ما يعرفوش المسيرة تاعك. Yes, it's regrettable. It's regrettable that a lot of people in Nigeria doesn't see my films. سمحوا لي كنت في الطواليت. يقول أنه من الأسف الشديد أن الشعب لا يعرفني لأنني عملت في هوليوود وبوليوود وفي جمال هود وين كنت انبيع المطلوع it's my life it's cinema and it's في الحقيقة كنت في الجزائر والو كنت نفيلم العرس والطهارات it's today من بعد ذلك راني عييت كملت نروح للدار انا عييت جماعة كملت راح الحال yes the translators go to home نكمل نحكيكم معاكم بالعربية ما نعرفش العربية اسمحي لي مدام انا في الحقيقة كنت هربت لأم درمان وعشت في الخرطوم التويو كنت درت أفلام في خرطوم وود سماست إكسترودنير تلاقيت جورج كلوني اللي كان في دارفور قال لي روح للأمريكان قلت له روح يا الحمار أنا نحب السودان عشت السودان and السودان it's good وقلت له 1 2 3 في فالجيري عجبتني السودان وبعد ذلك رحت لأفغانستان وخدمت تما بارمان في قندهار كنت ورحت مع العسكر تاع الأمريكان ولقيت روحي في الأمريكان it's extraordinary في الأمريكان خدمت بلومبي نعم بدأت المسيرة تما والشهرة في المارينز بدأت الشهرة يس في الأمريكا أنا كنت نخدم بلومبي اخترا عيط لي ستيفن سبيلبرغ باسكو كان عنده سيفون بوشي خدمت له السيفون من هذاك النهار شافني كيفاش حطيت لاكلي مولات كيفاش حليت قال لي انت مخرج في الدم وداني وليد كي وليده ولا عيط له طونطون ستيفن بصح مع الوقت فاق لي بلي كنت واحد الخطره دخل هكذا وصاب لي مع بنته ساشا كنت نغني لها لا شانسون هذيك تاع شاركليس انتي ميس شاف فيها ستيفن سبيلبرغ قال لي لا بوليس داني يس داو
داوني للحبس، داوني للحبس 5 سنين باسكو الغاشي ما بلونس اتس انترديكيشن امريكان تغني مازوني. ضربت 5 سنين خرجت من الحبس، خرجت من الحبس تما بدات المسيره تاعي. حكينا على الافلام تاعك خويا. شفت لوت اوف افلام ماشي معروفين. الفيلم الاول كتبته سميتو ذا لاند وير ذا ستيشن كلير از ان ذا فلاي، يعني بالعربية ديغوتاج. هذا الفيلم لعب فيه الكوميدي الجيريا المعروف بزاف روبرت نيرو. الجيريا؟ هو دوريجين من افلو. يس. لعب فيه وجهه يبان فيه ديغوتاج. واحد الفيلم فيه 3 سوايع السيد يشرب قهوة ويقرا الهداف وما يصرى والو في الفيلم. فيلم هايل ما لا حتى جائزة. بروبوزيت الفيلم في مهرجان برلين في فينيس لا غير جائزة البلوط الذهبي بنغلاديش وكذلك جائزة الزيغ الفضي بغوادالاخارا. كاش مشاريع مستقبلية؟ اتس لوت اوف فيلمز. يس لوت اوف فيلمز. كتبت واحد الفيلم بالعربية، واحد الفيلم سميته ثاني ذا ساوند اند ذا فيوري ان ذا دوغ تايم، الكلب والغبار. يعني فيلم يحكي على كلب حكمته ديبرسيون بعد ما الجزائر خسرت الاورغانيزاسيون تاع كوب دافريك. بلا هذاك الكلب فرول تاع الكلب، واحد الكلب اسمه ديكو خلص 20 مليون دولار صافي دير اكثر من مراد الصاولي كمال عبدات حميد عاشور حسن مؤلي وجماعه كاع وسوق سماعتي دونك. وعندي ثاني راني وجدت واحد الفيلم سميتو ذو التقاشوف. ذو التقاشوف يلعب فيه ميستر بين باسكو في وجهه يبان تقاشوف شابه ميزيريا. وهي حكايه انسان عنده كان عنده بترول كان زاهب البترول ومن بعد خلاص البترول قال لهم شريوا السامبول وكلوا المقروط. ستيفن عاشور يعطيك الصحه يا خويا عندك صحك مولوع. يقول انه يحب الجزائر وتحيا الجزائر بلاد البطاطس والسعاده. ثانك يو ثانك يو مسيس ثانك يو كمال عبدات لا سندو كمال تزايرنا تزايركم. شكرا لك يا منى شويخ اللي قبلتي الدعوه تاعنا وحضرتي معنا. عاودوا نتلاقاو بكم في الجزء الثالث بعد الفاصل ما تبعدوش. مرحبا بكم معنا في الجزء الثالث والاخير من حصتكم تزايرنا تزايركم. التحق بنا ضيفنا لهذا الجزء هدايا هواري صابر تحت صفيقاتكم فضلكم. هواري صابر اللي راح حاضر معنا باسكو اليوم 20 مارس راح يروح ناميبيا مانيش غلط ناميبيا ناميبيا باش يشارك في الكورا اووردز. كورا اووردز اللي هو ليكيفالون تاع لي غرامي اووردز ولا لي فيكتوار دو لا ميوزيك ولا على شال افريكان. وي فوالا انت تروح من بين لي نوميني اللي راح يمثلوا شمال افريقيا. الحمد لله يعني هذا شرف للجزائر وباش نكون ضمن اسماء كبيره في كورا اوورد وان شاء الله نمثل الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله تمثل شمال افريقيا ولا غير الجزائر وحده؟ خاطر نورمال تربح انت مع شمال افريقيا. سي نورمال شمال الجزائر وشمال افريقيا. الجزائر وشمال افريقيا كاع وكاع البلدان العربيه حتى في اوروبا ان شاء الله على الله. بديت تظهر اول ظهور تاعك كان في 1999 في الحان وشباب خرجت تروازيام. في 2000 عملت تورني ارتستيك مع وزاره الثقافه. 2001 مشيت لسوريا لدمشق ودرت قرحت قريت على الموسيقى ودرت العود. العود يا اخي هكذا قالوا لي نو صافا مكتبوها لي ماهيش غلط وسي جون من ذاك يغلطوا هكذا شغل. لا الحمد لله خويا الحمد لله. ودرت العود يا اخي العود ماشي العود. الحمد لله هذه كانت تجربه ليا في لبنان وسوريا وكنت انا من بين اوائل لا سوبر ستار جيتي فيناليست. 2004 2004 والحمد لله أنا كان جمهور نشرف الجزائر وشرفت الأغنية الجزائرية وعطيتهم حاجة باش تكون الجزائر موجودة في الوطن العربي. الحمد لله هواري صابر كان موجود في هذه المسابقة الكبيرة. هوك رايح تروح لناميبيا بأغنية ليل طويل اللي هي أغنية تونسية إن شاء الله. لا هذه أغنية لفريد ميغري مغربية لفريد ميغري. هذه ليل طويل الكليب اللي عملتها في باري مع ليكيب في باري نشكرهم بزاف. بون هذه الليله طويل دخل فيها بالمسابقه كورا وورد 2016 غراس ميسيو سيدي علي اكلول ديريكتور ارتستيك تاعنا
اللي كان شرف ليه باش نكونوا في هذه المسابقة مع مطربين كبار كما أقول لك تامر حسني، عمر دياب، ومغنين تاع النساء مثل لطيفة عرفة وشيرين عبد الوهاب. وأنا الحمد لله أنا فرحت بهذه المسابقة وليا شهر باش نمثل الجزائر إن شاء الله. احنا عندنا يعني إكستري تاع الكليب تاع الأغنية اللي راك تشارك بها، نضربوا عليه طلة ونعاودوا نرجعوا إن شاء الله. طالي جي إكستري. صابر بلوتو كلاسيك بلوتو لا شونسون كلاسيك سي نورمال يعني انا حبيت ندير في هذا الستيل باش خاش هذا الستيل راه مور بزاف في الجزائر. انا دخلت في هذا الستيل لانه شافوا بزاف الجمهور تاعنا باللي هو ري صابر قادر يدخل بزاف في الستيل سونتيمونتال لوكسيدونتال ولا في الاغنيه الجزائريه كاع بصفه عامه. الحمد لله انا كنت في باري، شافوني ليكيب تماك في باري فرنسا، سمعوا صوتي وبروبوزوا عليا هذه الاغنيه تاع الفرين ميغري، ودرت لها ان كليب كما شفتوا ان شاء الله يكون عجبكم هذا الكليب ودخلت فيها في المسابقه اللي الفضل يرجع لي خويا مدير اعمالي كما قالوا ديريكتور ارتستيك هو اللي راح سيدي علي اكلول هو اللي سجلك في المسابقه اللي شافني عندي كفاءه وشاف الكليب وقال لازم الكليب تاعي لازم يدخل في المسابقة وثاني الأفارقة هناك يعني بصراحة اللي شافوا هذا الكليب واقترحوا في هذه المسابقة. تعرف شكون الجزائريين اللي راح يكونوا ثاني في المسابقة؟ أكيد معنا خونا شمسو بودلع في فرقة بابلون وفنان دوبل كانون. لطفي كاع راح يتمثلوا احنا ربعه حنكونوا ان شاء الله مثل الجزائر ان شاء الله ان شاء الله. علاش ما عاد من مواليد وهران نعاودوا نذكروه؟ علاش ما مشيتش للراي باغ اكزومبل؟ لا صراحه انا تربيت في مدرسه انا شغل اصيله نبيله وقريت اله العود كما قلت لي اله العود في كونسرفات احمد وهبي. تربيت على مدرسه طرابيه كنت نغني بكري ام كلثوم فريد الاطرش اسمهان لكن ما قدرتش الستيل تاعي سي با الستيل هذا اللي غادي نروح للغه لقيت روحي الستيل تاعي نوتر ستيل جديد باش غادي ندير لا شونسون الجيريان واحد اخرى كاع ستيل جديد ان شاء الله باذن الله هذه هي ان شاء الله باذن الله. تحيه الجزائر كاع نتوما تصفيق على الجزائر. خلينا نعملوا بوز خفيفه مع متخصص تاعنا احنا في كل ما هو تكنولوجي وريزو سوسيو كذا دخلت ما نفهمش قاعد وشبكه الاجتماعي انا وليت قدام خلاص صافا عندك فيسبوك وتويتر الفيسبوك تاعي بغيت نشوفوه هواري صابر هواري صابر ما عندك زعما شغل هواري طاي طاي لا هواري العود لا هواري صابر عادي نورمال هواري انسان فنان ومحافظ على الستيل تاعه الاصيل النبيل. عندك كونت فيسبوك بروفيسيونيل ولا باج فيسبوك ولا بيرسو؟ الفيسبوك تاعي سي سامبل هواري صابر وكاين باج اوفيسيال سي صابر الهواري. احنا عندنا تاعنا سبيسياليست تاعنا هو محمد الشوقي السكري تحت صفيقاتكم فضلكم لا كوني تكتيك مع موشا. مساء الخير عليكم. صافا الحمد لله. الضحك عشاك ضحك حصلتك سلسله ذهباني شفت لاضيع فك قلت لك ما قلت لي والو صافا بيان الحمد لله مرحبا بك الله يعيشك صافا واش عندك اليوم معنا واش اليوم راح نحكوا على القطار كما يقول ما القطار لاكوني كو تاع اليوم راح تحكي على نوفو سيت موقع جديد يخص القطار لو تران كما يقولوا الناس بكري الماشينه ماشين هاي سعيده بعيده والماشين غاليه ان فات الشركه الوطنيه للنقل بسكك الحديديه لا لا كما حنشوف فوالا اللي حنشوفوا الان لوغو تاعها لا سي ان تي اف لاسوسياسيون ناسيونال دي ترونسبور لا سوسيتي ا لانسي لا ريزرفاسيون دو بيي دو تران اون لين حجز تذاكر قطار
عبر شبكه انترنت ما كتحب تروح لباب الزوار تكونيكتي وتدي بي تاعك وتروح لباب الزوار وتروح لباب الزوار بيان سور او دوكا تاع تريسيتي اش من ديفير تاع تريسيتي راهو من الباب الزوار يقولوا باك لي سوار تاع لا سان تي اف اللي تاسست عام 1976 بيسك افون كانت تسمى لا سان سي اف ا شمال فيروفي فرونسي ان الجيري وكانت من الشبكات الحديديه الاولى اللي تنشات في افريقيا والان راه تمتد على طول 5460 كيلومتر في 25 ولايه عبر التراب الوطني سكي بو بين قوسين تري تري بو فوالا في بلد فيه اكثر من مليونين 23 كيلومتر مي كاين لي بروجي يا بوكو دو بروجي ديكستنسيون شتو افيك تقشف قال لك باش يلحقوا حتى ل 12000 كيلومتر مي بتقشف مع لاباناش الحديد يدوب تقشف يدوب الحديد بور فينير جوست لو سيت هذاك اس ان تي اف بوان دي زد اللي راهو دوكا اون بيريود دي سي باسكو راهو يستعمل برك في زوج محطات محطه اغا بالجزائر العاصمه ومحطه وهران تراهم كاين وهران صابر دوك نديرو لك دوك ريزيرفو لك ديريكت معاك انا نشوفو سي صابر انا باغي نقعد خويا عجبتني العاصمه مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك يا خويا انا نحب وهران حنا ثاني نحبو الله غير نحبو وهران مرحبا بك الله نحبو وهران اروح نسكن في حي فيكتور هيغو واحد الحمري مرحبا بك خويا الحمري نجي ولا غير نجي ولا غير نجي سيرتو الحمري كاين شو كاين الفن كاين البولا كاين المسرح اللي تبغي خويا كاين جوج كاين شو كاين يا البولا حمري تروح لو كور دورا حمري عندنا الجمعيه وعندنا مولديه ايوا مرحبا بكم يا خويا الله يسترك يعطيك الصحه ميرسي شوفوا لا دوزيام ايماج برك كيفاش نستعملوا الموقع هذا وندو اون ريزيرفاسيون دوزيام ايماج زكي سي تري سامبل فوالا نخيروا الولايه اللي رانا فيها المحطه اللي رانا فيها باغ اكزومبل انا خيرت الجي ولا ديستيناسيون باغ اكزومبل بجايه وهران وهران شريكي وهران 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 يا ودي وهران ديش سلسله كان فوالا ابخي نعرفو ويعطوك لو بري اكزاكتومون تاع لو بي كيما هنايا الجي بي جايا سي 690 دينار تاع 60000 درهم وهاد لو سيت ولا هاد لو سيستيم راهو وفق معايير دوليه شغل راهو او نورم سكي تري بيان يسحق تصفيقه على سان تي سخون على لا سان تي تقع شركة سكة الحديدية الجزائرية شكرا لك يعطيكم الصحة تلاقوا فيها ان شاء الله يعطيك موسى ميرسي ميرسي موسى يعطيك الصحة ميرسي اونكور اون فوا سي انتريسون سا ايفولي من دو ريان بكري كان تروح دير لاشان وكذا وتضارب ولا خبش دي ديكي دوكا من الدار تقدر تدي ديكي الحمد لله شوف وهران عاصمه وهران و بيانتو تي جي في نورمالمون في المغرب لا لا في الجزائر وي بيانتو صابرينا النورمال قال لك عن قريب قول صابرينا عن قريب 2025 عن قريب كما قال لك مرحوم حسني مازال كاين لي سبوار خلينا نقولوا في مازال كاين لي سبوار الوغ نعاودوا نرجعوا معاك دونك في المشوار تاعك مشيت بزاف للمشرق العربي وي سيتي ان شوا ولا هذاك هو المكتوب لا لا شي هي كانت امنيه تاعي الحلم تاعي باش نروح للمشرق باش نكمل المشوار تاعي باش نزيد ندرس لا ميوزيك ونبين الصوت تاعي عند المشارقه لما طلعت لقيت المشارقه استقبلوني خاصه في سوريا علموني درسوني المقامات العربيه ومن بعد لقيت روحي في جي باني سوبر ستار لا فينال في لبنان الحمد لله لقيت روحي ومثلت الجزائر تماك وغنيت كاع الطبوع الجزائريه الطربيه الخليجيه والحمد لله هذه هي كليت عربية صبرا وليت شرقية كيفاش يقولوا اوريونتالي انا بصراحة لاختيس ما كوش عندها هي عندها الجواز تاعها وين ما يروح يغني كاع لي ستيل صراحة لاختيس لازم يكون كاع عندها كاع لي ستيل انت عندك طابع شغل شرقي فيه روح انا سمعتك بليزيور فوا شفتك لو ستيل تاعي رايح المشرق لوريونتال وعلى بها خلوني جيتي فيناليست بهذاك لو ستيل تاع لي شونتي حبوا يدوك واقيلا يعطوك ناسيوناليتي سي بوك انا نقول لهم انا جو في الجيريان ومادا بيا الجزائر تبان في المشرق الاوسط حتى وفي الدول الاوروبيه ان شاء الله كاين بزاف جزائريين اللي في ميدان الفن اللي راهم مصطالين ميزابار في اللعبه بصح اللي راهم مصطالين في المشرق كاين اللي كانوا في لي ستار اكاديمي كانوا مورا انا فتت لا سوبر ستار من بعد جاو الجزائريين خاصه في النساء كيما اختي جو بونس امل بشوشه وكاين ستار اكاديمي كاين جو بونس ومن بعد فاتوا 2006 2007 حتى الان رانا نشوفوا الجزائريين راهم داروا ان سوكسي في لبنان
بارك الله فيهم نحيهم كاع صراحه. علاش هما عندهم صامارش وحنا عندنا صامارش با؟ علاش حنا يديروا الحان وشباب ومن بعد تحبس في الحان وشباب؟ وعندهم كيشوفوا في لبنان في الاخر يديروا ستار اكاديمي الاخر ومن بعد سي دي البوم سي دي تورني سي. هي صراحه ترجع لشركه انتاج يعني انا ماذا بيا رؤوس الاموال في الجزائر ينتجوا على جال الاصوات الجزائريه والفن الجزائري. يعني بصراحه حنا عندنا تشوف انا عندنا لي دي جون رؤوس اموال زعما ماذا بينا ينتجوا على هذا لي لا جوناس عندنا غادي تاع مال هذا مكان رؤوس اموال كما نشوف في لبنان في سوريا عندهم بلادهم صغيره بصح يعرفوا كيف يطلعوا الارتيست كيف يطلعوه يخموا لبنان ما عندهمش درانكم دي ماناجير دي ماناجير دي ماناجير يعرفوا كيف يخموا كيما دروك انا دخلت بهذه المسابقه غراس مسيو سيدي علي اللي سيدي علي هاك ديكوفراني خويا هنا في لاريجي على بالك ديكوفراني ولقى عندي باللي صابر هواري عنده سيت في لبنان في الدول العربيه لكن نقدر نوصلوا طريقة العالمية إن شاء الله أنا ماذا بيا الأغنية الجزائرية تروح حتى العالمية إن شاء الله فهمتي ماشي غير لغاي حقيقة إحنا كان الشاب خالد نذكر على بزاف داروا الأغنية بس إحنا خصنا الأغنية الجزائرية وين تروح اللي خلاها شغل المغنيين القدم يعني كاع عندنا تراث كبير خويا العزيز نقدر نعاونوا اي عندنا عندنا في في وهران عندنا في العاصمه عندنا في الصحراء عندنا في القبائل عندنا كل شيء الاغنيه الجزائريه الطارب من بيب الطارب ولا ما كاين عباك احنا عندنا الشعبي يعني عندنا طوبوع ولا عندنا بزاف احنا ماذا بينا نطوروها قلت لك مع رؤوس اموال نجوا عليهم نجوا على هذا التراث الجزائري هذا اللي راه بزاف في بلادنا انا نوجه رساله لهذو رؤوس اموال باش يطوروا الاغنيه الجزائريه بصراحه انا ان شاء الله ان شاء الله نفهمك ربي ان شاء الله يكونوا يسمعوك برك احنا ما بناش نسيو نلحقوا الميساج برك من جهه واحده اخرى نلحقوا ميساج واحد اخر الناس اللي تسوق هنا في الجزائر كيما على بالكم احنا في الجزائر مازال كاين بزاف القتلى في الطرقات في العام كاين 4500 قاتل اي وي اه الجزائر مازلنا نقتلوا بزاف الناس في الطريق سي با نورمال ميم يكون 100 واحد في الطريق سي با نورمال ولكن 4500 سي ان بو ترو ولات بيطار دائما شويه ضحك والاخر يسيو كيفاش يبدلوا لنا عقليتنا نضربوا عليهم طلع ونعاودوا نرجعوا معاك صابر ولات بيطار دوفين كو كو tu vas te convertir à l'islam non pas encore faut te mais devine Mais je devine quoi, t'as fait quoi? J'ai eu mon récépé-C. Non, sérieux. Tiens, on va faire un tour. On va faire un tour? Ouais. Allez, viens, vas-y. Voilà, comme ça, les réglos, mets ta ceinture. Et je vais il faut s'attacher. Pour tu sais conduire? Oui, bien sûr. Ouais, bon, on va commencer comme ça. Un peu dommage, réglos ça, pour regarder notre viseur. Attends, je vais mettre la musique comme ça. Non, il faut pas mettre la musique, t'es fou, tu vas me déconcentrer. Vas-y, mais dépasse-le. Hein. Comment je le dépasse? Dépasse-le. Quoi? On est calme, on marche, on roule doucement. Mais t'as pas vu en Algérie comment ils conduisent? Comment ils conduisent? Mais c'est des fous, là. Même des nouveaux permis? Des nouveaux permis. Comme on dit en Algérie, Halima. Quoi? دير فيه سكارة وكش ما يدير لك عيط دوك نخلط عليك ها هيا دي فينو زعما معايا
لا الحمد لله يا اخو باك بلي ولا غير زيرني بوليسي قال لي حقرني على مداني يا قال لي باباك ماشي باباك عنده معرفة دوك تشوف بابا ماشي باباك عنده معرفة دوك يشوف ما باب اصبر وشنو بصراش قلت لي انت دير قاع دوك العفايس وباباك ما عندوش معرفة يا اخو دير خدمتك ما عرفوش انا هذا مفتاح يا سلام شاف يا عم يا شاف اصبر تكون فاهمك ماشي خليني نفهمك هذيك الحكايه تاع ماشي ديفيري ولا والو كيفاش هربوا لي مبيرك قاعد بيا في البارات خو مزيان سلك راسي يا اخو قاعد بيا ليك سمع الاغنيه الاخرى هذه تاع اسمو تاع جينو واحد ما عنده تحتك الله لي تحتك باش يسمع بانو خشان كي ندير قاعد بيا افتح عليك Je me confie à toi, tu racontes toute ma vie. Des fois je gamberge, j'écoute du Hasni. Je fais que rouler toute la nuit. دير تو ساتو هذا جا البارج مقبل حبسني عباك درتو لي حكايه يا اخو تماك تفلش انت مركت منهم كيفاش مركت منهم هاي على الهضره هذه ناحيه شوي داك بارك الله هاي شنو حيت على الكور صاير هاي تشو ولاد سبيطار صابر الحق الوقت حنا باش نهايه الحصه تاعنا راح نكملوا مع الاغنيه تاعك اللي راح تشارك بها نعاودوا نذكروا في لي كوغا اوارت يوم عشيف ا بارتير دو 20 مارس في لاناميبي ان شاء الله ليل طويل ليلي طويل بلوتو ليلي طويل بون خليك تغني انت يوم بعد خير نعطيك كلمه الختام خويا صابر والله نشكر بزاف دزاير تي في على الدعوه الكريمه مرحبا بك ونبغيكم بزاف كما نقول لك هو لي صابر نبغي كاع لي فان تاعي مرحبا بك الجمهور تاعني راهم قاعد موجود معنا بون حبيت غير نقول كلمه قبل ما ندخل كنت بحب نقولها نرحب بزاف لي جوغ تاع فلسطين اللي دخلوا لالجيري نرحب بهم بزاف والشعب الفلسطيني حنا رانا معاك بصراحه بهذه المناسبه حبيت نهدي هذه الاغنيه هكا موال فلسطين موختي الا بغيتو تفضل قلبي معاكي معاكي وروحي فداكي فداكي يا بلدي قلبي معاكي معاكي وروحي فداكي 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 يا فلسطين الأبية يا فلسطين ما شاء الله هواري صابر شكرا لك تفضل نكملوا معك الأغنية ليلي يا طويل تحت تصفيقاتكم نفضلكم هواري صابر ليلي طويل كورا اوارد ابتداء من 20 مارس في ناميبيا تصفيقه واحده اخرى على هواري صابر احنا خلاص الحصه تاعنا راح نكملوا معاك هواري في العدالة
شمعت لي ولو نسمعك.